السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير وافضل حال دايما. إيه ان شاء الله النهارده هنعمل صينية فراخ بالبطاطس، جميلة جدا، طريقة سهلة بسيطة تحفة بجد، يعني شكلها مغري جدا ويفتح النفس، وريحتها مش يعني بجد جايب اخر الدنيا، وطعمها يعني بجد حكاية، تغيير بقى عن الطرق التقليدية في الاكل. طبعا التغيير في الاكل مطلوب يا جماعة، جميلة جدا جدا. تقدمها بقى مع محاشي، مع مكرونة، مع عيش، مع رز، اي حاجة، ما بتقولكيش لأ، روعة بجد، ان شاء الله تعجبكم. طريقة سهلة بسيطة، لايك بقى وتابع الفيديو. اول حاجة عندي الفراخ بتاعتي، انا هنا عندي فرختين، هشتغل بفرختين. الفرخة متقطعة اربع ارباع، طبعا مغسولة ومتصفية كويس جدا جدا، منقوعة طبعا بالخل والليمون والملح. عندي هنا البطاطس بتاعتي، انا مقطعاها شرايح كده حلقات. عندي طماطم مبشورة، عندي بصلة مبشورة، عندي توم، عندي فلفل الوان، عندي زيت، عندي ليمونة، عندي معلقتين خل، عندي كزبرة خضراء، البهارات اللي هحتاجها بابريكا وكاري وكمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، ملح، قرنفل. القرنفل بيبقى جميل جدا جدا في التتبيلة. ان شاء الله هسيب المقادير في صندوق الوصف. اجيب بقى بولة كده اشتغل فيها، انزل بالمقادير اللي عندي، نبدأ نوسع لنفسنا كده عشان نشتغل. انزل بمعلقتين خل، دول معلقتين خل كبار، معلقتين زيت كبار، انزل بعصرة ليمونة كاملة، زي ما احنا شايفين. هنزل بالكزبرة بتاعتي، ده كزبرة وشبت، لو عندك بقدونس ممكن تضيفيه. هنزل بالبهارات بتاعتي، بجد البهارات جميلة جدا جدا وبتدي طعم جميل جدا في التتبيلة بتاعتي. هنا بصلة كبيرة، انا زي ما قلتلكوا فرختين، دي بصلة كبيرة جدا، ممكن بصلتين، على معلقة توم مفروم. هضيف الطماطم بتاعتي، دي طماطم مبشورة، ممكن تعملي عصير طماطم. نقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، يمتزجوا ببعض وياخدوا من طعم بعض. زي ما احنا شايفين قلبنا كويس جدا جدا، نبدأ بقى نتبل الفراخ بتاعتنا. هناخد كده شوية حلوين ونتبل الفراخ. عايز اقولك ان انا عاملة فتحات في الفراخ بتاعتي، عاملة في الفخذ وعاملة في الصدر، عاملة فتحات كده انها تتشرب من التتبيلة. لو انت عايزة تعمليها من بالليل للصبح تبقى جميلة جدا جدا، او تريحيها في التلاجة ساعتين، تحفة بجد. بس انا هنا هعملها على طول، يعني كل اي حاجة لما بتتبليها وتقعديها فترة بتبقى جميلة جدا. نقلب الفراخ بتاعتنا كده كويس جدا انها تتبل معانا مظبوط. عايزه اقول لك ريحه التتبيله تجنن بجد، والبهارات تحفه. ان شاء الله طريقه تعجبكم، طريقه سهله، ما فيش اي صعوبه، ما فيش اي تعقيد. نجيب بقى البطاطس بتاعتنا، كميه البطاطس اللي انت حباها، ده عندي حوالي نص كيلو بطاطس، ثلاث حبات كبار بطاطس. انزل كده بشويه التتبيله اللي احنا سبناهم على البطاطس بتاعتي، اتبل البطاطس حلو حلو، اقلبها كده كويس. انزل بالفلفل الالوان، وانزل بالطماطم المبشوره، لو انت عندك فلفل اخضر ممكن تضيفيه، اي حاجه اشتغلي بيها، عندك فلفل الوان، عندك فلفل اخضر، اللي تحبيه. نقلب كده البطاطس بتاعتي انها تاخد من طعم التتبيله، وكله ياخد من طعم بعضه. ابدا انزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي، ارصها جنب بعضها. عايز اقولك ما بتاخدش وقت، يعني حوالي هنقول 35 دقيقه في الفرن على نار متوسطه، طبعا على حسب حجم الفراخ عندك، دي فراخ متوسطه مش كبيره، يعني الفراخ 2 كيلو،
ابدا ارص الفراخ بتاعتي كده. انا جايبه الصينيه الكبيره، فهتاخد الفراختين مع بعض، هرص الصدور مع بعض والفخده جنب بعض. عايز اقولك ريحتها جميله جدا جدا، والطعم كان في منتهى الجمال، تحفه بجد، ان شاء الله هتعجبك. اوصل الفراخ بتاعتي، وبعد ما اخلصها انزل بقى بقيه التتبيله. التتبيله اللي نزل من الفراخ بتاعتي انزل عليها كده بالتتبيله بتاعتي. انا هنا مولعه الفرن، الفرن فوق وتحت على نار متوسطه، هياخد حوالي من 30 ل 35 دقيقه. هي خدت 35 دقيقه زي ما قلت لك، على حسب حجم الفراخ عندك. عايز اقول لك جميله جدا، ان شاء الله تعجبكم. بقى تقدمها مع عيش، مع مكرونه، مع محاشي، مع رز، بتمشي مع اي حاجه وفي كل حاجه. طبعا في عزومه تشرفك جدا جدا، جميله بجد. وده كان شكلها بعد ما عدى عليها بالظبط بالظبط 35 دقيقه، 30 35 دقيقه يعني، ما زادتش عن كده. تحفه بجد، عايزه اقول لك ريحتها جايب اخر الدنيا، وطعمها في منتهى الجمال. البطاطس مستويه جدا، الفراخ دايبه يعني ما شاء الله، كله مستوي مع بعضه، ما فيش يعني، ما تقوليش بقى البطاطس ما استوتش، لا الفراخ استوت، لا ما شاء الله كله استوى مع بعضه، كله جميل جدا بجد، الطعم في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربي وتحكمي بنفسك، تحفه بجد. ده كان فيديو النهارده بقى، فيديو بسيط، فيديو خفيف، ان شاء الله يعجبكم. لو فيديو النهارده عجبكم لايك وشير، اشتراك في القناه، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.